ما بين أسبوع والتاني ربنا يديله الصحة وطول العمر العظيم العظيم اللي أنا ما بشوفش إنه يسبقه أي حاجة عادل إمام، ما فيش صفة تسبق عادل إمام. بيتعرض لإشاعة في صحته. لسه من قريب أعظم عمدة أنا عرفته في حياتي صلاح السعداني برضه تعرض للإشاعة. أنت ساعات بتزهق إنك تتعامل مع الإشاعات دي ولا بتبقى مضطر إنك تقول لأ؟ أنا بعمل بقى إيه؟ وساعات بتشك؟ يعني ساعات تسمع إشاعة مثلا وتشك؟ لا أنا بص اتفقت مع الزملاء الإعلاميين والصحفيين إن خدوا الخبر من المصدر. هو ده البديهي يعني. لا اتورطوا ساعات. اتورطوا ساعات. خدوا يعني طبعا. فساعات مثلا يبقى في حاجة وممكن أبقى أنا عايز أتأكد برضه. يعني ما انا بقاش عارف 100% بس فبقول لهم اصبروا عليها 5 دقايق 10 دقايق. ايوه صح. وبعدين ابتدي بقى التليفون طبعا اشتغل فانا ابتدي ايه على اشاعه. ما تلحقش اصلا انت تتعامل. اشاعه اشاعه اشاعه. لكن انا مش فاهم يعني المتربص بينا عايز مننا ايه؟ يعني عايز مننا ايه؟ يعني وبعدين يعني شفت رد احمد السعداني؟ يعني ما ليه؟ يعني انت استفدت ايه لما تطلع تقول يعني؟ طب انت حط نفسك مكان الاخر. يعني لو طلعت اشاعه ان حضرتك انت اللي مت ولا جرى لك حاجه، يعني انت القضيه مش فيك اللي انت مت، انما اهلك واصحابك وناسك. ليه يعني؟ انا مش فاهم ده. مروجي الاشاعات بقوا تقريبا حد يقول لك ما تيجي نعبس، عارف اللي يقول لك ايه؟ الملك يلهو، تعالى نهزر كده. بتبقى يعني انا عايز اقول لك انه يعني اصل الاسماء دي يعني مش قليله، هم مش فاهمين هم بيتعاملوا مع مين وبيتكلموا عن مين. انت لو بتبقى بتتكلم عن يعني عم صلاح، لو شايفني واحمد يعني سلامي بس وتحياتي. صلاح السعداني ده جزء حته مني بصراحه. بس انا عجبني رد احمد لا بس احمد ساكت وقوم طالع بيطلع بقنبله ضرب واحده كده. لا ما انت تقعد تبص على التويتر تلاقي احمد مختفي. انا بقى بيبقى دوري بقى ان انا ايه، انا وزمايلي طبعا في النقابه، ان احنا ما ورناش حاجه غير ان احنا نقضي اليوم كله بننفي الاشاعه. طب ازاي برضو انت كان